اهلا وسهلا متابعينا بحلقه جديده اسبوعيه من حلقه اي كيف، بس هالمره عن العيد. عشان تعيدونا للعيد اعملوا سبسكرايب، هاي احلى عيديه لنا. وما تنسوا كمان تعملوا لايك عشان نوصله لاكبر عدد لايكات. قديش بدكم نوصله؟ اكتبوا تحت قديش بدكم نوصل اللايكات عشان نوصلها. عيد الاضحى او مثل ما بنعرفه العيد الكبير، انا من اكثر القصص اللي بحبها هي قصه عيد الاضحى. ليه؟ لانه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربنا حط له اختبار. بهذا الاختبار قال له لازم تذبح ابنك اسماعيل. سيدنا اسماعيل عليه السلام وسيدنا ابراهيم عليه السلام امتثلوا لامر ربنا، بس باخر لحظه وقت الذبح ربنا فدا بكبش، وقتها ما انذبح وذبح خروف بداله. وتخليدا لهذا الاختبار صرنا كل عيد نذبح ونقدم للفقراء والمحتاجين. وبمناسبة عيد الأضحى عملنا لكم بهذا الفيديو فيديوهات كتيرة خاصة بعيد الأضحى، بس ما تنسوا إذا مش عاملين سبسكرايب اعملوا عشان ما تروح عليكم ولا حلقة من حلقاتنا. خروف أوريغامي. خروف من الأعواد القطنية. تزيين الكب كيك على شكل خروف. تزيين البسكوت على شكل خروف. كرت معايدة لعيد الأضحى. زينة قوارير بالعيد. عجبوكم الفيديوز لهلأ؟ اعملوا سبسكرايب عشان دائما تتابعونا. تسريحة رفع سهلة للعيد. وما تنسوا معمول العيد. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه كتير كتير. أهم إشي تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا كل إشي جديد عنا، ولايك عشان نوصلوا لأكتر عدد لايكات. ومش بس هيك، ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، من فيسبوك لتويتر لسناب شات لإنستغرام، كلياتهم. وكمان إشي، إذا لسه ما نزلتوا تطبيق الإيكيف على الأندرويد هيو بالرابط تحت، نزلوه واحكوا لنا شو رأيكم فيه.